اكتمل حصاده أكثر من 60% من محصول الذرة في المساحات التقليدية، وأكثر من 20% في مساحات الزراعة الآلية، وأكثر من 80% من المساحات المروية بولاية سنار. وأشار مدير الزراعة المطرية بالولاية الهادي الصادق إلى أنهم استهدفوا هذا العام زراعة أكثر من 1,850,000 فدان، وأكد أن زراعة المساحات الشاسعة بالذرة يرجع للأمطار الغزيرة التي شهدتها الولاية، وأرجع زيادة المساحات الكبيرة التي زرعت بالسمسم إلى ارتفاع قيمته في الأسواق المحلية والعالمية. اخترع الصيني دينغ واي طلمبة مائية تستخلص المعادن في السودان دون إلحاق أضرار بالبيئة، وقد أثبتت التجربة نجاحا بنسبة 80%، وتستخلص الطلمبة الصغيرة نصف طن من الذهب في الساعة الواحدة، كما تستخلص الطلمبة الكبيرة 5 أطنان من الذهب في الساعة. وقد اعتبر المختصون هذه التجربة نقلة نوعية في استخلاص الذهب بالماء دون اللجوء إلى السيانيد أو الزئبق. وتعزز التجربة مساعي الحكومة لإيقاف التعامل بالزئبق في العام 2020، مما يدفع من تطوير الاقتصاد الوطني. أخيرا، وداعا للزئبق والسيانيد في استخلاص المعادن، ولأول مرة في السودان مشروع الطواحين المائية لاستخلاص الذهب دون الحوجة للمواد الضارة تلك، والتي أثارت جدلا كثيفا في الآونة الأخيرة. هذا المشروع الذي ابتكره الصيني جين كوي، وقام باختراع هذه الماكنة التي تعمل بطاقة عالية وبكل سهولة ويسر باستخدام المياه، وقد أثبتت التجارب استخلاص الذهب بنسبة 80%. هدفي هو تطوير اقتصاد السودان ومساعدة المعدنين بإيجاد بديل مناسب للمواد الضارة، لذا حرصت على اختراع تقنية تعمل بالمياه صديقة للبيئة والإنسان، حيث لا مضار بل نسبة الاستخلاص عالية. وهذا المشروع الذي يعتبر صديقا للإنسان والبيئة على عكس المواد الضارة الأخرى، يعتبر بديلا للزئبق وداعما لقرار 2020 بإيقاف الزئبق نهائيا، ما يكون مبشرا لدعم هذا الاتجاه والتوسع في مثل هذه المشاريع. نهضة السودان وتطوير المعدنين التقليديين بيتم بهذا، لانه نسبه كبيره من الذهب حق المعدن ده بيطلع في الكرته، فنحن دارين الذهب بتاع المعدن ده يجيب حجره اللي بيجيبه نكسره ونطحنه بيطلع به نسبه استخلاص عاليه جدا في زمن وجيز بدون استخدام زئبق او اي مواد سيانايد غير صديقه للبيئه. بتستخدم الماء في جميع المراحل بتاعت التنقيه بتاعتها، ما فيها غبار، ما فيها ازعاج، ما فيها مضار لصحه البيئه، مو صحيحه للبيئه. فبالتالي مشروعنا ده سميناه بدائل الزئبق. الزئبق طبعا عالميا في 2020 حيكون موقف عالميا، اللي هو من مداره البيئيه، لانه الزئبق كمعدن المنطقه اللي بيقعد فيها ما بينتهي، وله اشعاعات بيستمر في المنطقه. المكنه دي اللي هي صديقه للبيئه، تستخدم المياه ويرخص تشغيل، التكلفه التشغيليه بسيطه جدا، الصيانه بتاعتها بتتراوح من 5 سنة ل 20 سنه. التقلبة بتاعتها مقارنة بإنتاج الذهب اللي بتنتجه شيء مربح جدا جدا. هدفنا الأول والأخير تطوير المعدنين الأهلين. وهذه الماكنة تقوم بمراحل الإنتاج كافة، خاصة طحن الحجارة كميزة تفضيلية، ثم تعرض للمياه مباشرة، ما يزيد من ارتفاع نسبة الاستخلاص. كسر الحجر لمقاس 1 سنتيمتر، دي المكنة الكسارة الأولى. الحول الكسارة الثانية بتاخد 0.5 mm. المرحلة بعد منها طوالي السير الناقل، هو سير عبارة هنا مربوط بنظام تايمر بغزل المكنة أوتوماتيك. أول المكنة تاخد الكفاية بتاعتها، السير بيجي في طوالي أوتوماتيك. المرحلة اللي بعد منها طوالي نمرة 3 مرحلة الطحين في المكنة، الجهاز الصديق للبيئة. الطحين بيتم بصورة سلسة جدا، وهي عبارة عن جهاز صديق للبيئة، ما بنستخدم فيها السيانايد ولا الزئبق. بيتمطح من الحجر بمقياس 600 ل 500 مش. بعد ما انتهي عملية الطحين في نظام طرد مركزي، بتمشي الكرتة بنحولها لحاجة اسمها شكن تيبل،
عن طريق الضغط عن طريق الموية، ما معي ثاني إضافات أخرى. إذن لا توجس بعد هذا من إيقاف التعامل بالزئبق طالما النتائج أفضل باستخدام هذه التقنية المبتكرة والتي ستسهم كثيرا للارتقاء بنسبة استخلاص المعادن دفعا للاقتصاد السوداني وتطورا ملحوظا في هكذا مناحي. نقلة جديدة في عالم التعدين، هذه هي الطواحين الهوائية التي ستضع حدا للمعاناة الكثيرة في استخدام الزئبق المؤثرة لصحة الإنسان والبيئة، وهذه النقلة هي ستنقل أيضا الاقتصاد السوداني إلى بر الأمن. ناجي فاروق الشروق من الولايات الشمالية وادي حلفة موقع الطواحين.